استاذ توفيق النمري رائد الفلكلور الاردني، اهلا وسهلا، واعرف بان الحديث شيق معك وقيم، وكاننا نستمع الى قصه قديمه وطويله، ولكن اريد ان تدعم النقاط العلميه بامثال مثلا الارقام الخليجيه، وهل كما هنالك في الاردن مثلا الصحراء لها تاثير في نشاه اللون البدوي؟ طبعا، اذا يريد في متسع من الوقت، انما البحث فعلا شيق. فمثلا الغناء في الخليج، هناك التراث، انا لا اتوجه الان الى الاجتهاد الشخصي في التلحين الشخصي، لان التلحين الشخصي هذا ابن وقته، يعني يطرب، ولكن علاقه الانسان العربي بتراثه علاقه عميقه جدا. ففي الخليج عندنا الغناء الذي يسمى بالصوت، هذا مشهور عندهم، وعلى الأخص في العراق المقامات العراقية، هذه تراث. عندنا مثلا اللون البدوي المؤلف من الشروقي، الهجيني، الحداء، هذا أجدادنا عندما كانوا في البادية كانوا يغنوا هالألوان هذه، وهي من صميم تراثنا. الهجيني الهجيني احنا ندعو الهجيني. الهجيني هي كلمة هجيني متخذة من هجين، يعني وهجين الجمال. الجمال والبدو عندما ينادوا إنسان للتحبب يستعملوا التصغير. نعم. مثلا إذا بده بدو يقول تعال يا ولد، يقول تعال يا وليد للتحبب، فصارت هجين، تصغير هجين. نعم. وأخذ من الهجيني، لأن الهجيني هو بالحقيقة انبثق من الصحراء. يعني البدو عندما يتسنم الجمل ببلش هيجن حتى يسلي حاله بهالدرب الطويلة على رمال الصحراء الحارة. حتى في الكلام دائما تكون مع الفولكلور، عندما يتسنم الرجل على ظهر الجمل. طبعا، يعني مش كما نقول عندما يركب الجمل. أيوة. يتسنم تجي بلغة أفصح طبعا. فما بعرف، أريد أسمعك شيء من الهجيني أو بملا. مثلا الهجيني يأخذ على الوجه. نبدأ بالشروقي ثم قسم من الهجيني. يا أهل المودة يا عرب غاب والفي، ومن بعد ما طال النواوين ألقاك، يا هل تراها الزين على الحي يلفي، يهني هالقلب اللي ما عاد ينسى. يا أهل المودة يا عرب غاب والفي، ومن بعد ما طال النواوين ألقاك، يا هل تراها الزين عالحي يلفي، يهني هالقلب اللي ما عاد ينسى. هذا نوع الشروقي. الشروقي اللي أيضا يغنى في لبنان مثلا. في لبنان يغنى الشروقي، بس بياخذ صبغة جبلية، صبغة إقليمية، مش بدوي. لا، مش بدوي. صحراوية أبدا. أيوه. هو يوجد الشروقي في لبنان يغنى بلهجة جبلية، وفي الأردن بلهجة بدوية، وفي العراق يسمى بالركباني، برضو يختلف عن الشروقي الأردني. في السعودية يسمى بالقصيد، القصيد، ودائما هذا الشروقي يغنى مع الربابة. الهجيني إيقاعي، هذا احنا بلغة الفن نسميه الغناء المرتجل. يعني لا يخضع لإيقاع. نعم. كالموال. تفضل. كالموال تماما. كالموال، هنالك مسرح ارتجالي وغناء ارتجالي. غناء ارتجالي. نعم. يحق له ان يخفض صوته ويطلع بمقامات، يعني حر هو على طريقته الخاصة، مش مقيد في إيقاع. ثم أريد أن أسألك أستاذ توفيق نمري، بأنك كما قلت رائد بل قائد الفولكلور العفو الأردني، الفولكلور لا يموت،
الفولكلور يبقى، كما أن الشعر شعر الأرض يبقى لا يموت، والفولكلور هو شعر الأرض أيضا لا يموت. يجب أن لا يموت. يجب أن لا يموت. ولكن هنالك تغيير حسب المناطق. مثلا أنا أعرف بأنه في لبنان مثلا الدلعونة تغنى بطرق مختلفة. على دلعونة وعلى دلعونة راح الحبايب ما ودعونا. منطقة أخرى تغني على دلعونة على دلعونة راح الحبايب ما ودعونا. دلع الدلع الدلع الدلعونة. إذن إيه؟ عدة مناطق مختلفة تختلف هذه الإيقاعات حسب المناطق الجبلية. الأنغام تعني الأنغام تختلف. الأنغام. نعم تختلف طبعا. يعني لاحظ أنه اللغة تختلف اختلاف كلي، حتى في الأردن يعني لغة النابلسي يعني تختلف عن الرمثاوي، لغة الكرك اللهجة الكلامية هذه تتبع اللهجة الكلامية طبعا وبعد المسافة. نعم. مثلا لكن بظل العنصر والإيقاع والجمل اللحنية هي متساوية مهما تغير. إذا للطبيعة أيضا حق. أي نعم. ومثل ما تفضلت على دلعونة مثلا، هي هذا إحنا بنسميه التراث العربي العام. يعني على دلعونة تجدها في لبنان، في سوريا، في الضفة الغربية، في لبنان، وين ما كان. إنما إحنا عندنا كمان في نطاق الفولكلور العام، كل قطر عربي له الفولكلور الخاص، أغاني شعبية خاصة إلها صبغة. مثلا عندنا إلها صبغة أردنية لا تسمعها إلا من الأردن. مثلا مثلا أنا ما بارك إن سمعت سميرة توفيق مثلا، أنا أعطيتها أسمر خفيف الروح بلحظة رماني. بالمناسبة هناك أسماء كبيرة في عالم الفن العربي استقطبت ألحانك واستقطبتها بألحانك، وأيضا كان في إلى نجاح كبير، أمثال وديع الصافي، سميرة توفيق. نعم. وأسماء كبيرة. نعم. إحنا بالحقيقة استقطبناهم وهم برضو حبوا يغنوا اللون الأردني. أكيد. فهذا تشجيع منا إلهم ومنهم إلنا برضو. تعتقد إنه حب متبادل كان بيننا. طبعا. سميرة توفيق مثلا هي أكثر من غيرها تتشرب وعاشت الفولكلور الأردني وأدته بصحة. هذا صحيح. يعني إذا نطقت سميرة توفيق باللهجة الأردنية تماما تنطقها بكل دقة ولا يختلف عليها أي لفظ أبدا. ماذا تقول أردنتها ولا؟ نحن نقول أردناها. نعم. بس بالألف لا بالقاف، ليس قردناها إنما أردناها. طيب. إذن لو أيضا رجعنا قليلا نتكلم عن بصفتك مندوب الجامعة في المجلس التنفيذي في المجمع العربي للموسيقى. المجمع العربي للموسيقى. نعم. فكلمنا شوي. والله المجمع العربي هو مؤسسة انبثقت عن الجامعة العربية. ومن مبادئ المجمع العربي للموسيقى إثراء الموسيقى العربية ولو أنها في نطاق الموسيقى الشرقية مثلا. من مبادئنا مثلا نشجع الآلات الشرقية، الغناء الشرقي، التعلق بتراثنا. إذا بنقدر مثلا في بلادنا نخلي الموسيقى العربية تدرس في المدارس كدروس عملية مش كنشاطات. يعني عدم المؤاخذة عندنا في الأردن لا تزال الموسيقى نشاط، وإن شاء الله نسعى أنها تدرس في المدارس وإيجاد معاهد موسيقية تكون قادرة على صقل المواهب الفنية. مع العلم أنك لست ضد الآلات الكهربائية والآلات الغربية مثلا. الآلات الغربية نحن نستعملها في الموسيقى الشرقية، لكن على أساس أنه يكون فيها ربع النوت، ربع طن. هذا الربع هو شرقي، لا يوجد في الموسيقى الغربية. الموسيقى الغربية هي مجور، يعني سلم الموسيقى دورمي فاصول لاسيدو مجور ومنور فقط. بس نحن عندنا أنغام يدخل فيها ربع التون هذا. وفي المدة الأخيرة الحمد لله يعني استطاعت الأوساط الشرقية إنها تخلي مثلا في ألمانيا الغربية تصمم هالآلات هذه وتحط فيها ربع التون فصارت شرقية مولانا. لكن بظل ناحية واحدة، أنا أعتقد على إنه مثلا الأغاني الشعبية التي يغنيها الشعب في الأعراس في الحصاد، الراعي لما يكون في مع الغنم مثلا أنا ما بجيب له أورج يلعب عليه. لا طبعا. لازم أعطيه الصبغة الشعبية المنجيرة العاد والربابي الناي. الناي.
لما بدي أتخيل مثلا العرس في بلادي وأنا صغير أركض وراء أجدادي مثلا في العرس، بتخيل المجوز والدبكة على دلعونة وعلى اليادي اليادي الأزل. ما بجيب أورج فرنجي أنا أحطه، بكون هون يعني غيرت الصبغة للون الشعبي الأصيل. كيف تقدم لنا على طريقتك الخاصة الفرقة التي تتحمس لها كثيرا؟ طبعا فرقة الفحيص. فرقة الفحيص عظيمة جدا، وأتمنى لها كل تقدم كباقي الفرق في الأردن. والفرقة التي تعنى بإحياء التراث هي بالحقيقة باعتقادي إنها جسر، هذا بخلينا ما ننقطع عن تراثنا الأصيل القديم. فرقة الفحيص لإحياء التراث، وكما علمت بأن الفحيص بلدة في الأردن كانت مشهورة منذ قديم الزمان بتعامل بالأعشاب، الطب العربي، الطب العربي بواسطة الأعشاب، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، أنا سمعت بهذا ومأخوذ من فحص يفحص، يعني الطبيب عندما يفحص للمرض. وبرضو بضيف على ذلك أنه أهليها كرام ومستوى التعليم عندهم عالي جدا. بعدين موقع الفحيص في مكان أشجار وخضار طبيعة، شيء ممتاز جدا، وإثبات على ذلك وطنيتهم أنا بثني عليهم في تشكيل الفرقة هذه اللي هي لها علاقة بالتراث، ومن لا تراث له لا حسب ولا نسب له. صح، ده تحياتنا لهم. وكما يبدو أن الفرقة مؤلفة من 40 عضو تقريبا، تقدم الحفلات الشعبية في كل مناطق الأردن. نعم نعم، وفي مهرجان جرش يعني قدمت الأغاني الشعبية وكان الاستحسان بشكل عظيم جدا للفرقة. إذن سوف نعود لنطلب من الأستاذ توفيق النمري تقديم بعض النماذج من الفولكلور الأردني الذي انا قدمت الشروط هذه الفرقة ايضا. هذا لون نهجيني. يا والي في حسنك ما يفارق خيالي، وانت اللي حبك مسافرني الليالي. سنين ما ترسل سلامك، خايف مع طول المدى تنسى مرامك. يا كاحل العين مستني عهودك، ما عادت الروح تتحمل صدودك. هذا نوع الهجيني ماشي على إيقاع حواف الجمال. يبدو بأن الجمال عندما تستمع إلى مثل هذه الألحان أيضا تتمشى بطريقة أخرى. ليست هي تتمشى، هي تخطو هذه الخطوات، ولكن الذي يطبق الألحان هو الذي يتسنم الجمل. هو يغني طبقا هالإيقاعات اللي ماشي بالجمل، بوف 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 بوف، لما تسرع مثلا في الصحراء. ثم ماذا هنالك أيضا؟ الحصاد مثلا. هناك مثلا كمان الحداء. الحداء يحتوي برضو على الطابع الفروسي والطابع الغزلي. يا ونيتي ونيتي واجعل ونتي ونة نثار ونة، عليك يا حامية الشردان يوم العشاء يرلين حنة. الهجن مد ببين شعلان جابن غزر السحايب مطافينا. هذا البدو الأصيل، هذا تراثنا يعني.
يعني أنا بشوف أنه في اختلاف بين ما نستقي من التراث وبين الاجتهاد الشخصي مثلا للملحنين، لأنه بكون ابن وقته. أما التراث يخلي الإنسان يولد عنده ذكريات، يعني ما أحلى أن يكون الطرب أن يقترن بالذكريات. يعني أنا لما أتذكر أهلي وأجدادي هم زفوا العريس وقولوا الأغاني الشعبية، لما أتذكرها أطرب وأتذكر. لكن التلحين الانفراد الخاص هو بس للتطريب، للطرب خاصة. كنت أنتظر قدومك بفارغ الصبر لأتعرف عليك طبعا وعلى التراث وعلى الفولكلور الأردني، وأيضا أتعرف على عودك، ولكن فوجئت بعود جديد لا أظن بأنه عود الفنان توفيق النمري. والله أنا بتعرف عندي عود يمكن من الثلاثينات، بدي أقول مش بس بالأربعينات. يعني بتذكر الأستاذ الكبير حسني فريز أهداني قصيدة سنت في ديوان هياكل الحب، يقول ذكرى ليلة نيسان 938 مهداة إلى الأستاذ توفيق النمري. لو سمعنا بعض الأبيات. هي 20 بيت لكن بقدر أقول مثل: يا مؤنس الأحلام فيك لطافة بزت وحقك فتنة الشعراء، يا موقظ الأشواق إن صبابة حركتها تمشي على استحيائي، كم مر من عمري وكم في خاطري، كم في حواش الصدر من أهوائي، ما مر من عمري هباء ضائع في جنب أنس الليلة الزهراء. إلى أن يقول: وقع بريشتك الشجية نغمة واسكب على الأوتار سحر غنائي، إني رأيت العود يخفق ضارعا رفقا به من صارخ البرحاء، تبدو له القبل الصباح طروبة فيهيم من شوق ومن إغراء، وتميس كل غريرة ممشوقة في رقصة مفتونة رعنائي بين الرياض وفي ربيع زاهر طلع الصباح عليه بالأنداء. إلى أن يقول آخر بيت، يعني هي طويل القصيدة: عاشت أناملك اللطاف ووحيها للحب للأحلام للندماء. حلو كثير. إيه. فهاي أنا كشفت حالي، يعني هاي سنة 38 كان. العود عمره كم سنة؟ 40 سنة تقريباً. لا، عودي هو القديم الخاص. بالحقيقة في البيت. مش محيل على التقاعد أنا، لا، إنما محافظ على، يعني كما تحافظ على صديقي. صديقي كان في الصحراء عندما عملت مثلاً من زمان، كنت مسؤول عن العمال قبل أن أدخل الإذاعة. مع في زمان الحرب في الأربعينات دائما كان العود هذا معي، وإله تاريخ عظيم يعني، فمحتفظ فيه بالحقيقة. يتكلم دائما بالألحان، لهذا تحتفظ في منزلك بهذا العود، ما زلت تحتفظ فيه مثل التراث. نعم، هو كتراث طبعا، ومع صديق العمر. شو علمك العود تقريبا؟ ايش شو علمك؟ علمته أنت شيء خاص؟ مش عارف. لا، علمته يعني صدقني استطعت أغني عليه باللغة الإنجليزية. طب نسمع أول مرة عود بغني بالإنجليزي مثلا. يعني بجوز إني مش عارف مايكل جاكسون هو. يعني روح يفكرون المستمعين انقلبت من شعبي إلى لابس برنيطة. لا طبعا لا، لكن أول مرة. By the barricade, darling, I remember the way you used to weep. 'Twas there that you whispered tenderly that you loved me. You'd always be my lily of the heart, like my own lily, Marlene. Thank you very much. طيب. ويلكم. سوف ننهي الحديث كما بدأناه مع ونبقى مع التراث الأردني، وطلبت منك قبل الدخول للاستوديو بخمس دقائق تقريبا أن نغني معا مقطع من التراث الأردني. يسعدني جدا. والله يا ريت تساعدني. التحضير على قدر الإمكان، أحفظ بعض البيت. كشفت عن عقد اللولو بلل يا عيني بلل، وخدر على لبنيه خدر على لبنيه،
يضوي وشلون اطول بالليل يا عيني بالليل. بيت الشعر يا المبني بيت الشعر يا المبني دونك حبيبي نايم بالليل يا عيني بالليل. خده يا قرص الجبنة خده يا قرص الجبنة يفطر عليه الصايم بالليل يا عيني بالليل. من شباك العلية من شباك العلية كشفت عن عقد اللون بالليل يا عيني بالليل. وخدن على لبنية خدن على لبنية يضوي وشلون اطول بالليل يا عيني.